أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وأكلات بجميع اللغات. في حلقة النهاردة هنقدم طبق سلطة. زي ما قلنا أطباق السلطة مهمة جدا في شهر رمضان، والحقيقة لما بيكون طبق سلطة غني ممكن يكفي في قيمته الغذائية الإنسان وما يحتاجش لشيء معاه تاني. معنا النهاردة سيدة ميسون، وهتقول لنا طريقة عمل الطبق واسمه إيه. اسمه إيه يا مدام ميسون؟ سلطة المكرونة بالمايونيز. أنا شايفة يعني طبق سلطة المكرونة بالمايونيز ده كامل. كامل في كل البروتين والنشويات والخضار وكل كل حاجة. طب قولي لي بقى، بنعمل الطبق ده بس قبل ما نعمله، هل ده له بلد معينة؟ ده من أمريكا. أمريكا بيعشقوا المكروني سلطة في أمريكا، يعني ممكن بيعملوها بالتونة، ممكن بالخضار، ممكن بالفراخ، يعني بأي كل الأشكال بيحبوا أطباق المكروني سلطة. طيب قولنا نبتدي، دي مكرونة بقى مسلوقة، مكوناته المكرونة الحلزونية عشان بيبقى شكلها حلو في السلطة. معاه ايه كمان هنا؟ نقول بقية المكونات. المقادير عندنا هنا طبعا زي ما احنا شايفين مجموعة كبيرة، شبت، زيتون اسود مقطع، خيارة متقطعة ترانشات، وبصلة وجزرة مبشورة. عندنا هنا معلقتين زبادي، بدل ما نحط كل الكمية مايونيز بنخف شوية، بنحط نص يعني نص كوباية مايونيز وايه معلقتين معاهم زبادي. بصلاية صغيرة قوي مبشورة بس للطعم، معلقة مستردة، وعندنا طبعا الملح والفلفل. هنا حوالي ربع كيلو مكرونة يعمل الطبق ده. هي سهلة قوي، مجرد ان حضرنا المكونات بتاعتنا. بتقولي لي بيستعملوا السلطه، بيعملوا من سلطات المكرونه دي كتير، يعني ممكن احط ايه غير يعني نفس المكونات دي وازود شيء جديد؟ ممكن نحط تونه بس بالمايونيز برضو. المايونيز برضو ليها طريقه ممكن نقولها في حلقه ثانيه ان شاء الله. ما احنا بنكسب منك اكتر معلومات. ممكن يعني ممكن نحط نفس المكونات، تونه او فراخ او اي حاجه. ممكن مثلا دي ممكن نشيل الشبت، ممكن نقطع فراخ لو عندنا فراخ مسلوقة أو فراخ بايتة ممكن تتقطع صغير، ممكن تتحط، ممكن أي حاجات باردة، لحوم باردة بتبقى حلوة قوي في السلطات دي. طب بنكمل كده بقى، المكرونة مسلوقة مكرونة مسلوقة أو مغسولة طبعا مش هنحط لها، يعني هو بس مجرد الزيت والملح في السلق عادي، بس بعد كده مش هنحط لها حاجة، يعني هنشطفها في المية وبعدين هنبتدي نحط الحاجات بتاعتنا، المايونيز، الشبت. الشبت بيدي طعم، بيدي لها طعم يعني خاص قوي. بتبقى جميلة. يعني احنا متعودين هنا يمكن البقدونس بنستعمله اكتر. لا هو الشبت الحقيقه في الطبق ده حلو، والزيتون يعني ممكن الشبت مع الزيتون. لو اخد طبق سلطه من ده في رمضان، عارفه حضرتك الواحد ما فيش نفس قوي بتبقى للاكل، فطبق من ده يعني حتى لو ما اكلش حاجه هيبقى ايه كافي في كل العناصر. بعدين الزبادي. الزبادي هو سهل قوي يعني، وبعدين ممكن يتحضر قبليها بكذا ساعه ويتحط في التلاجة، كل يعني لما يقعدوا ساعتين المكونات تدخل بتدخل بتمتزج كويس مع بعض. المستردة، معلقة مستردة، وممكن لو مثلا عندنا خردل او مستردة ناشفة ممكن بدل المستردة تحل محلها لو ما فيش المستردة العادية. والبصل، البصلة ممكن برضو البصل نحط بصل اخضر، يعني عارفة حضرتك الحاجات دي الواحد على حسب طبعا، يعني مش لازم الطبق يتعمل كما هو، ممكن ان احنا نعمل اضافات بحيث تناسب الذوق بتاعنا، ممكن حاجات ما بنحبهاش نشيلها، مش لازم ان هو ملح خفيف، شوية فلفل صغيرين قوي. ممكن نستعمل برضو بدل الفلفل الاسود فلفل ابيض، بيدي طعم مختلف. بيدي طعم حلو قوي. خلاص كده هنلخبطهم كويس قوي مع بعض كله كده. ميسون تقلب كل الطبق. خلاص تقلب كله، هنبتدي بقى هنديره في الطبق اللي هنقدم فيه. طب
هو كل ما قعد يعني مثلا يقعد في بيختلط مع بعضه بيبقى يعني ما يتاكلش برضه في ساعتها على طول. يستحسن يفضل ان هو قول يا اسام. تعالى قول لي يا اسام، تدوق لي الطبق ده وتقول لي طعم صايم. انت عندك كام سنه يا اسام؟ 9 سنين. بتصوم بقالك كام سنه؟ بص كده للكاميرا يا اسامه، بتصوم بقالك كام سنه؟ السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت وانت عندك 8 سنين. كل رمضان ولا صمت كام يوم بقى؟ كل رمضان، كله من اوله لاخره. يعني حتى كان عيان وعنده دور حساسيه في صدره ما رضيش يفطر، وكان بياخد الدواء مع الفطار ومع السحور. طب جميل، انت شاطر. قولي لي بقى ميسون، ال 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 الحاجات الجميله اللي انت عاملاها دي موقفاها ازاي؟ سهلة قوي. ده البصلة الخضراء عملناها بالسكينة، بحرف السكينة، كله جنب بعضه جنب بعضه اتقطعت وحطيناها في مية ساقعة، حطيناها في المية الساقعة. وده الفروع بتاعت البصلة، فهنحطها في خلة يعني خلة غرزناها، بس مجرد غرزناها في الطماطم بس عشان تدي منظر. هي عملت منظر جميل جدا، تكمل المنظر. يعني يمكن دي جهدها اقل من الحاجات دي، واخده جهد كتير. لا والله، يعني هو الواحد لما يبقى عنده غية او هواية ان هو يشوف حاجة جميلة بيبتكر، يعني بيبتكر. يعني انت هنا عشان احنا كنا قلناها في حلقه قبل كده، بس انا بفكر الساده المشاهدين بيها. دي الجزر متقطع، وبعدين قلت لنا دي متقطعه هو انا باخد برضو ممكن الجزر ده الصغير، ممكن ده يتاخد قلوب او نجوم، وبنحطه بتوسبيك بالخله ونحطه برضو. انت الاول قطعتيه كده قطعات البسكوت. أيوة. وبعدين ممكن ناخد واحدة خلة ونشبكه فيها. وريني الاستعمالات اللي ممكن بالشكل ده بالظبط. ممكن تتجمد، يعني ممكن لو حطينا كده داير ما يدور. اهو ممكن خيار، ممكن يعني خيار يمكن يكون اسهل كمان. ما هو ده جزر. اهو ممكن لو عملنا كده واحدة قلب واحدة نجمة، يعني اي اشكال بس بتستعمل في اي حاجه. كمان انا بحب ادلع اطباقي، يعني هي اطباقك كلها جميله. فكده خلاص هنعمل هنحط الجلاشر بتاعتنا. حتى لما يبقى الطبق متزوق حلو يعني يفتح النفس، وخصوصا في رمضان يعني. طبعا. وبعدين ممكن نحط بالشكل، ممكن من المكونات الطبق بتاعنا برضو اللون الاخضر، وخصوصا لما يبقى حاجات صغيرة. مش عارفة حضرتك، في الصين بيجملوا السلطة والطماطم بالسمسم، يعني حاجات بسيطة قوي، لكن السمسم بيبقى شكله فعلا قد كده حلو على الطماطم وعلى الحاجات دي، بيبقى شكله طبعا قيمة غذائية عالية. فالمهم يعني مش مهم حاجات تبقى غالية او حاجات تبقى من الحاجات اللي عندنا في البيت. يعني انا قبل ما ابتدي اعمل عزومة او حاجة، قبل ما ابتدي الشغل الاكل نفسه، بحضر كل الجرنيتشور والحاجات اللي هزوق فيها الاكل، بحطها في التلاجة من قبل بيوم، قبل الاكل نفسه، لانه ده يعني مهم برضو. يعني الاكل مهم، تقدمي بقى الطبق بتاعك، لانه هو ده اللي هيبين الجهد اللي انا تعبت فيه. تسلم ايديك يا ميسون. اعزائي المشاهدين، بعد ما السيده ميسون قدمت لنا طبق سلطه المكرونه واتكلمنا عن اهميه السلطات في شهر رمضان المبارك، بننتقل للدكتور منير ويليام ويقول لنا القيمه الغذائيه اللي موجود في طبق سلطه المكرونه. اهلا بك يا دكتور منير. اهلا وسهلا. سلطه المكرونه هي برضو سلطه امريكانه يا دكتور. بالظبط. وعاوزين نعرف السعرات الحراريه اللي فيها قد ايه، و القيمة الغذائية الموجودة في الطبق ده. هو الطبق ده بيتميز بان عدد السعرات الحرارية فيه حوالي 502 سعر. كمية الجرامات من البروتينية الموجودة فيه 25 جرام. ايضا بالنسبة للدهون فيه 35 جرام. بالنسبة للمواد الكربوهيدراتية فيه 85 جرام. برضو لان ده طبق امريكاني، فاحنا بنقول ان علماء التغذية الحقيقة في امريكا اقترحوا هرم غذائي
هذا الهرم بيقولوا ان المفروض ان اي وجبه غذائيه تشمل هذه المحتويات بتاعه هذا الهرم. وقسموا الهرم ده الى 6 طبقات تبدا قاعدتها. يمكن لو احنا قلناها دي في الحلقه اللي فاتت بس عشان نطبقها على السلطه الامريكيه. القاعده هي المواد النشويه. أيوه. وبعدين الطبقه الثانيه عباره عن المواد الخضروات، والطبقه الثالثه اللي هي عباره عن الفواكه، والطبقه الرابعه الالبان، والطبقه الخامسه المواد البروتينيه والنباتيه، وقمه الهرم عباره عن الدهون وعباره عن السكريات. فاذا طبقنا الطبق ده في الوجبه بتاعتنا بنلاقي ان الطبق ده ممثل بخمس طبقات ما عدا طبقه الفاكهه. القاعدة بتاعته عبارة عن المكرونة، ودي أساسا هنا من شق المواد النشوية الموجودة في المكرونة. والطبقة الثانية اللي هي الخضروات، في عندي جزر وفي عندي بصل وفي عندي خيار. الطبقة الثالثة هي الفاكهة، الفلوي طبق فاكهة ممكن تبقى مكتملة بالنسبة له. الطبقة الرابعة بالنسبة لهذا الطبق اللي هو الألبان اللي بنلاقيها في صورة الزبادي موجودة هنا. الطبقة الخامسة اللي هي المواد البروتينية والنباتية، أنا عندي هنا بروتينات نباتية موجودة أساسا في المكرونة أيضا. والطبقة السادسة وفيها مايونيز اعتقد يا دكتور، متهيألي الاكل في مايونيز وفي مايونيز في بيض المايونيز فممكن داخل فيها بروتينات مظبوط. وبالنسبه للطبقه السادسه اللي هي الزيوت والسكريات، فهنا الزيوت متمكنه بايتر في العسل في الزيتون الاسود المقطع. فزي ما احنا شايفين ان المركبات كلها تكاد تكون مكتمله، ولا ينقصها سوى طبق فاكهه علشان الهرم الامريكي يبقى اكتمل. متشكرين قوي دكتور، الف شكر. أعزائي المشاهدين، في ختام حلقة اليوم من البرنامج بفكر السادة المشاهدين بالمسابقة، وبقول لهم إن الطبق اللي احنا قدمناه النهاردة وهو طبق سلطة المكرونة السعرات الحرارية اللي فيه 502، المطلوب منهم طبق بمكونات أخرى لكن بنفس السعرات الحرارية، ويبعتوا لنا يتصلوا بالتليفون رقم 00611-00812، مرة تانية رقم التليفون 00611-00812. يترككم على جهاز التسجيل مكونات الطبق، ويترككم أيضا اسمهم وعنوانهم، وإن شاء الله يكون لهم حظ ويكسبوا معنا في المسابقة. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء غدا مع أكلات بجميع اللغات.